أحيانا عندما يخطئ إنسان عزيز على قلبك في حقك، أذاك مرة واثنين وثلاثة وعم يخلط، وانت صرت بين نارين، بين انك تحكيه وبين انه تسكت وتتحمل، يعني تحكيه ولربما يزعل ويبعد عنك، وبين انك تتحمل بس هذا عم بيزيد، فبتلجأ انت لموضوع المعاتبة بعتب محب. بس للأسف البعض بيغلط بين العتب والتبكيت. العتب يكون عتب محب بقصد الإصلاح، أما التبكيت فيكون بقصد الإهانة والتحطيم. وعشان نحن ما يتخذ عنا فكرة أنه أنا قاعد عم بأذيه، أو أنا قاعد عم بهينه، أو أنا قاعد حابب أكسره وحتى حابب أنتقم لنفسي، خذ ثلاث آداب بآداب العتاب حتى يكون العتاب جميلا. الأول، قد ما أنت قادر تستحمل وتخفف عتاب، خفف. مع كل خطأ أخطأ فيه صديقك أو الزوج والزوج بين الزوجين أو ابنك، على كل خطأ بده يكون فيه عتاب. يقول أحد السلف، من أكثر من العتاب على إخوانه على كل خطأ فهذا حري أن يبتعد عنه. ما حد حيقرب منك دائما على كل خطأ، بدك تتغافل أحيانا كتير يا طيب، إلا لما بد منه. يعني الخطأ هو نفسه تكرر مرة واثنين وثلاثة وقال شفت حالي بلشت أشو بلشت يعني أحمل بقلبي على فلان، لا لازم يصير فيه هوني عتاب محبة. طيب أول نقطة أخفف، تاني نقطة إنه أنا ما أنسى محاسن هالشخص. حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفرك مؤمن مؤمنها، يعني ما يبغض مؤمن زوجته، إن كره منها خلقا رضي منها الآخر. فأنا هالشخص اللي أنا بدي أعاتبه بحط براسي إنه عنده حسنات قبل ما أحكيه، ولما أحكيه بذكره إله بحسناته قبل الكلام وبعد الكلام، بقول له أنت إنسان طيب وإنسان ما في مثلك، وأنا والله العظيم بحبك. بس في هاي النقطة، وهذا من إحنا بنتعلمه من أسلوب القرآن، لما رب العالمين عاتب أبو بكر رضي الله عنه لما منع الصدقة على مصطح ابن خالد أبو بكر رضي الله عنه، لما تكلم عن ابنته عائشة رضي الله عنها وكان ممن أشاع الفاحشة عليها، أبو بكر رضي الله عنه أخذ موقف خلص بده يمنع عنه الصدقة، فرب العالمين عاتب ولكن عتاب محب. فشوف الآية كيف بلشت، ولا يأتلي أولو الفضل منكم، فرب العالمين قال له أنت إنسان فاضل، أنت إنسان صديق. فأنت لما الإنسان بدك تحكيه ودك تعاتبه بلشك بالحسنات، شوفك بيتقبل، مش تبلغ هجوم دغري ضرب ضرب ضرب، حينفر منك. الأمر الثالث، أنك تستخدم أرقى العبارات وأنت عم بتعاتب هالشخص، ما تحطمه، ما تقول له والله أنت ما بتفهم، أنت ما هيجي منك أمل، أنت كذا، أنت عم بتحطمه، هذا كلام سلبي فقط، أنت بدك توصل للإيجابية. فأنت بتوصل الحكي بأسلوب لين، بأسلوب راقي، بأسلوب يدفعه للتصحيح. وتذكر دائما أنه أنت هدفك التعليم مش التعنيف. فأنت إذا أخذت هالضوابط بإذن الله حيصير عتابك عتاب جميل وخفيف على القلوب، وبتوصل المقصود بإذن الله سبحانه وتعالى، بيرتاح الجميع. بارك الله فيك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.